أكيد فرح نبلش بقولها محطاتنا، واليوم رح نحكي عن الصحة النفسية. كثير من الناس بتتعرض لمشاكل بتأثر بصحتهم النفسية، وهذا الشيء بينعكس على حياتهم بالعموم وعلى العمل. ومن هاي المشاكل هي الفصام اللي يمكن بيصيب عدد كبير من الشباب ببداية تأسيسهم لحياتهم. للأسف سلمى، قسم كثير من الشباب بيعاني من هذا الاضطراب، وطبعا بيأثر على شخصيتهم وعلى استقلالهم وعلى طموحهم ومستقبلهم. لكن كيف بيتعرضوا وكيف بينصابوا بهذا الاضطراب، كيفية العلاج، وكثير من التفاصيل المهمة اللي حتخبرنا عنها دكتورة سبا محمد اختصاصي بالطب النفسي. صباح الخير سبا، وينعاد عليك يا رب بكل الخير. ينعاد عليكم الخير، رمضان كريم. رمضان كريم، اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. بالبداية خلينا نبلش مع حضرتك، يعني نتعرف اكثر على الفصام، ويمكن شو اللي بيميزه عن غيره من الأمراض أو الاضطرابات النفسية؟ بصراحة أول شيء صباح الخير مرة ثانية، بدي استغل هالفرصة وأحكي عن خطأ شائع بصراحة بالمجتمع عن هذا الاضطراب. يمكن السبب هو السينما والأفلام، الصورة اللي عطيتها عن المرض غير ما هي حقيقة. يعني أغلب الناس بتعتقد أنه هو المريض بصير عنده شخصيتين، وكل شخصية إلى حياة مختلفة. فعلا هذا المتعارف عليه. لا، هو حقيقة لا، الفصام يعني من اسمه هو المريض المصاب فيه بينفصل عن واقعه، بينفصل يعني بيصير خلص عايش بواقع خاص فيه، اللي بيكون فيه مثلا أشخاص معينين عم يسمع أصوات معينة غير موجودة، بس هو كتير مصدق بوجودها. هي الأعراض الأساسية، بيصير عنده أفكاره مضطربة، مثلا بيصدق أنه حدا عم بده يأذيه، حدا عم يراقبه. هي نسميها التوهمات نحن، حتى لو ناقشنا المريض فيها، حتى لو حاولنا قدر الإمكان يعني أننا نقول له هذا الشيء مو حقيقي، هذا الشيء مو موجود، فما في منه فايدة. هو مقتنع يعني بوجوده، مقتنع. هي الانفصال عن الواقع تماما هو دكتورة خلينا نعرف شو هي الأسباب يلي بتأدي لهذا الاضطراب، بأي عمر تمام. ممكن نحن نقدر نلاحظه إن كان ببدايته لحتى نقدر نلاحق هذا الاضطراب ونلاقي علاج حقيقي له؟ تمام. هو في كتير عوامل بصراحة، يعني نحن أول شيء لنحكي كاستعداد مثلا، أو عوامل مؤهبة، عوامل خطر بنسميها. في استعداد وراثي، أي مرض، أي اضطراب نفسي عنا العامل الوراثي بيلعب دور فيه، وبالذات الفصام هو متعدد الجينات بيقولوا له. فيعني غالبا المرضى اللي بنشوفهم بيكون في قصة عائلية عندهم، يعني في خصوصي حتى من العوامل المساعدة كثير يكون أحد الأبوين مثلا مصاب أو أقارب الدرجة الأولى. هذا يعني السبب الأكثر شيوعا، هذا كاستعداد يعني عامل خطر كثير كبير بيأهب يعني للمريض هيك يصير. في عنا عوامل تانية، هي اضطراب بالنواقل العصبية بالدماغ. النواقل العصبية منها وبشكل أساسي بالفصام هو الدوبامين، في غيرها طبعا كتير أنواع. الدوبامين بيضطرب مستواه مثلا بأماكن بيرتفع كتير، بأماكن بينخفض بالدماغ، مناطق معينة بالدماغ. هيدا الاضطراب هو كمان بيؤدي للأعراض اللي بنشوفها، الأعراض الإيجابية، الأعراض السلبية اللي بنسميها. كمان ممكن مثلا بيئة المريض، البيئة المحيطة، الظروف اللي تعرض لها، الفقر، التهجير، هلا مثلا انه مهجرين من بيوتهم، او يعني اي ظروف صعبة عانى منها ممكن تكون عامل مطلق لهذا الموضوع. شخصيته للفرد، عوامل نفسية ضمن يعني بشخصيته، بطريقة تعاطيه مع صعوبات الحياة، كمان هي شغلات مساعدة. نعم. طيب دكتورة سيبا، خلينا نتعرف كمان اليوم كيف نقدر نميز انه هذا الشخص مصاب بالفصام. يمكن ابرز الشيء اللي ممكن يلاحظه المحيط عليه، خصوصا محيط العمل، ممكن يكون محيط الأسرة، شو هي الدلالات الواضحة جدا واللي يمكن بتساعدكم ايضا بالتشخيص؟ تمام. هو اكثر شيء، بما انه مثل ما قلنا هو بعمر الشباب، هو اضطراب بيصير باوائل تقريبا بين الذكور والاناث نسبة متساوية. عند الذكور بس يعني الفكرة بذروة البدء، عند الذكور غالبا بأوائل العشرينات، عند الإناث متأخر شوي بأواخر العشرينات أو هيك. فالأهل يعني الوظيفة أنه الأهل ينتبهوا على ابنهم، مثلا بيتغير سلوكه، بيصير ينعزل، يقعد لحاله كتير، مثلا إذا كان اجتماعي تغيرت هيك صفات بشخصيته، مثلا بصير يقل اهتمامه بنظافته الشخصية، هي كمان من الأعراض. مثلا نشاطه الحركي بيختلف عليهم، مثلا هو كان كتير حرك بالبيت أو كذا، فجأة تغير السلوك هيك. مثلا ما ينعزل لحاله، بدهم يلاحظوا هو شو عم يعمل مثلا هو قاعد لحاله. كثير منهم اوقات بنلاقيه عم يتمتم مثلا، مريض عم صافن بشيء كانه شايف شيء قدامه او هيك. هي سلوكيات بنسميها اهلاسيه، بدلنا على انه الشخص المريض عم يشوف شخص قدامه مو موجود، مثلا عم يسمع اصوات، هي الاهلاسات اللي بنقولها مو موجوده بس هو عم يسمعها، بس عم يتفاعل معه.
فبيتمتم مثلا بتلاقي بيقشر اوقات، هدول كلهم مؤشرات يعني الاهل اللي ينتبهوا عليها ونتوجه للطبيب وقت نشوف. دكتوره دائما السؤال من الاهل انه احنا كيف بنقدر نتعامل مع طفلنا او الشاب اللي بيتعرض لهذا النوع من الاضطراب، احنا ما بنقدر نحسسه بشكل مباشر انه عنده مشكله ما، وبنفس الوقت بيكون التعامل معه كثير حساس، كيف بنقدر نعمل هذا التوازن بالتعامل مع الشاب المصاب او الصبيه؟ تماما، بصراحة جد هو التعامل يعني حساس فعلا، ويعني بشكل أساسي لما نحن نعرف مثلا عن توهمات المريض، عن أنه مثلا حدا بده يأذي أو حدا حاط له سم بالأكل أو من هاي التوهمات الاضطهادية بنسميها، كتير أساسي أنه نحن ما نناقشه فيها وما نقول له مثلا هذا الشيء مو حقيقي، هذا الشيء ما نصح. النقاش ما حيجيب فائدة أبدا، وحيصير غضبه بس للمريض، حنشوف اضطراب السلوك مثلا اللي عنده، حنشوفه ممكن يرفض، يمكن يرفض، فهو خلص هو اعتقاد راسخ عنده تماما وما في نقاش فيه، وبعيد عن مستوى الثقافي يعني ما نو شيء ما نو حقيقي نحن بنعرف، بس نحن ما مو صح اننا نناقشه فيه. اول شيء واهم شيء اكيد اللجوء للطبيب، كل ما عالجنا بشكل ابكر كل ما كان الانذار افضل، هي كثير شغله ضروريه يعني، انه يعني بكل الاحوال نحن نسايره يعني، نحن نحاول اننا نتفهم شو عم يمرق، شو عم بيصير معه، واكيد صعب التعامل مو بالكون انه بس ممكن يعني، والاهل طالما عالجنا ف خلص يعني بيقدر يكون خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل العلاجيه، وخصوصا انه كل حاله من الاضطرابات حسب ايمت بتكتشفوها، ايمت هو بيلجا للطبيب، ايمت ببلش العلاج بياثر بيعطي يمكن نتيجه مختلفه، وقد ايه فتره العلاج؟ هلا بعض الاضطرابات بدهم فترات طويله، في ادويه معينه مثلا بيكون املاح للدماغ او غيرها ممكن يستمر المريض باخذها لفترات طويله، خلينا نعطي تفاصيل اكثر عن هالموضوع. هلا نحن بوقت بدنا نشخص هيدي الحاله بهمنا المده تماما، مده الاعراض، يعني مثلا اذا المريض اقل من شهر عنده هيدي الاعراض وهالتغيرات اللي لاحظوها الاهل، فهون بنسميها نوبه ذهانيه حاده، يعني هي عباره عن انه بس ببدايه ظهوره للمرض، وممكن تكون نوبه وحيده بالحياه وما تتكرر، وطبعا نحن كل ما عالجناها ابكر مثل ما قلنا بس قليل جدا ليروح حدا بعد شهر. هو طبعا كثير وارد انه يتطور، واكيد ممكن يتطور كفصام اضطراب هي، بس ممكن تمر نوبه وابدا ما تتكرر. هي النوبه طبعا احنا نفس الاعراض، يعني مثلا اذا صارت الاعراض اكثر من شهر صار لها بنسميه اضطراب فصامي الشكل، بس تجاوزت الست شهور خلص اضطراب فصام، المريض شخصناه تماما. وهيك بكل الاحوال نحن بنعالج بنفس الطريقه، مضادات ذهان من الا هي بتاثر على الدوبامين الناقل العصبي اللي قلنا بالدماغ، ف بتحسن من هاي الاعراض اللي شفناها عند المريض. طبعا بالبدايه بيكون كثير صعب اننا نعطي ادويه للمريض لانه ما عنده بصيره المريض، وما معتبر انه اصلا عنده مرض او هاي الاعراض اللي عم تصير معه بسبب اي خلل، فأكيد القبول المشفوي هذا أهم استطباب لقبوله بالمشفى، أنه رفضه للأدوية مثلا إذا راجعوا الطبيب، بنصير نعطيه أدوية مثلا بأشكال عضلية إبر تمام بخلال وجوده بالمشفى، ممكن كمان إذا صار أي اضطراب سلوك أو هياج أو أي شيء كمان نحن نضبط النوبة خلال وجوده بالمشفى، ممكن نلجأ لعلاجات تانية، جلسات التخليج الكهربائي كمان ممكن نحكي عليها هلا. أنت بنلجأ لهي الضربات الكهرباء مثل نحن ما بنقول بالعامية، هل هي آخر مراحل العلاج أو لا ممكن حسب شدة الحالة وحسب نوعها؟ هي بصراحة مو آخر خيار، يعني إذا إجانا المريض بالنوبة مثلا وعنده كتير اضطراب سلوك أو هياج شديد يعني ما عم يقدروا يضبطوه أبدا الأهل بالبيت، اللي بيسرع لنا بضبط سلوكه هو جلسات التخليج الكهربائية، ومنلاحظ يعني هي منلاحظ انها هي بتعطي فائدة سريعة اكثر من الأدوية، الأدوية بدنا ننتظر اسبوعين اوقات وهيك حتى نلاقي إلى آثار سلبية؟ لا يعني كثير قليلة، ويعني ممكن يكون نساوة مؤقتة بعدها مثلا بسبب هي اعراض بسيطة مثل صداع او وجع بالبلعوم، هيك قصص بسيطة وما في شيء على المدى البعيد يعني بخوفنا. هو عادة الصورة مثل ما قلتي بالبداية اللي طلعت عن طريقة العلاج النفسي هي اللي خلت الناس تخاف انه هي اساسا تروح لعند طبيب او انها تعترف انه عندها مشكلة، وحتى الذهاب للمشفى بيكون كثير صعب، يعني الناس كثير بتلاقي صعوبة انه حدا يروح على مشفى ياخذ علاج جلسات الكهرباء، يعني ياما شفنا قصص عنا بالافلام والمسلسلات مرعبه، فالناس بتخاف فعلا انها تاخذ هذا العلاج. قديش عم تشوفي صار في شويه تحسن مع هذا الموضوع؟ يمكن التوعيه اختلفت ولا لسه لا؟ في اختلاف بصراحه، وعم نشوف حالات عن جد، يعني عم حس اللي
في بعائلته عن جد شخص عم يعاني من هيك مرض، فبيكون وعيه اكيد اكبر وبيكون بيعرف الوضع وبيعرف انه لا مش شيء حقيقي اللي عم ينحكى بالسينما بالافلام. يعني جد مثل ما قلتي الجلسات التخليج بالذات كثير عطوا صوره مخيفه عنا بطريقه هي ما انا لهالدرجه، يعني هي عباره عن ثواني موجه كهربائيه بنعطيها بنعطي المريض على الدماغ بتظبط بتوازن النواقل العصبيه بالدماغ، يعني ثواني والاكيد المريض بيتجهز بيتخدر بنعطيه مرخي عضلي وهيك قصص، فما انا يعني حتى ما بتعمل هال على المدى الطويل ابدا اي اثار جانبيه سيئه. نفس الشيء كمان المريض صوروا لنا اياه انه كثير مؤذي مثلا كثير ما بينعاش معه، كمان هالشيء ما انه حقيقي، يعني نحن بس الفكره اننا ننتبه نعالجه بشكل ابكر بشكل نقدر يعني نقدر نرجعه لحياته سواء عم يدرس سواء عم يشتغل. شوي شوي بيقدر اذا لحقناه بكير لحقنا انه التزم معنا بالدواء وما نكس مثلا، نحن اهم سبب للنكس طبعا عدم الالتزام الدوائي، فبيقدر يرجع يمارس حياته الطبيعيه فعلا. بس في حالات طبعا عم اقول لك الشيء المزعج نحن بصراحه اللي بيصير انه ازمان، يعني بيطولوا ليجيبوه على الطبيب، بيصير بينكس اكثر من مره، ما بيلتزم بالادويه، هذا الشيء بيوصلنا للتعنيد. التعنيد هي حاله صعبه بصراحه، ويعني من طبعا بنحاول نعالج ونعمل جلسات التخليج هي، بس بصعوبه بقى المريض بيرجع لحياته الطبيعيه، بصعوبه فيك تشوفيه بقى شخص فعال بالمجتمع او يعني عم يقدر يمارس حياته الطبيعية. دكتورة حكيتي عن نقطة كتير مهمة هي انتكاس المريض في حال التزم بفترة معينة من العلاج سواء الكهربائي أو سواء العلاج بالأدوية على اختلاف أنواعه، لكن في حالة النكس فهنهم في خطورة. خلينا نعرف أول شيء شو هي أسباب النكس وكيف بتأدي يمكن لتراجع المرحلة بشكل كتير كبير. هلا بصراحه كاول نوبه يعني بيحكوا عنا انه مثلا لازم نضلنا نعالج المريض لخمس سنين، او نحن دائما مهم عنا المراجعات، يعني دائما المريض يضلوا يتابع معنا بشكل نحن نشوف تحسنه نشوف اذا في امكانيه لنخفض الادويه، يعني ما بيضلوا على نفس الجرعات، فضروري جدا مراجعته. يعني هي الاهمال اللي بيصير والنكس هون اهم سبب، انه مثلا صار اهمال ما بقى راجعوا الطبيب، المريض حس حاله صار منيح وقف ادويته وبطريقة مفاجئة مثلا، بطريقة مو وقته مو بالوقت اللازم انها تتوقف الادوية، مو دغري مثلا شفنا المريض صار منيح صار عم يتفاعل معنا بشكل طبيعي وهيك، مو صح انه دغري مثلا نوقف الادوية، لازم نعطي فترة ولازم نوقفه اصلا بشكل تدريجي، هيدا اهم سبب للنكس بصراحة هيك ايقاف الادوية. وبعض الناس ممكن بتخاف انه يصير عند هذا الشخص ادمان، بيقولوا نحن ما نخاف يصير عنده ادمان، غير هي حالة رفض المريض انه انا مثل ما بيقولوا سلمى وبنسمع فيه انه انا ماني مجنون لحتى اشوف طبيب نفسي، فهي المعضلتين ما بعرف قديش اليوم ممكن يكونوا انحلوا فعلا او لا. كثير عن جد معضلة، يعني كثير نحن بنحاول دائما لما انا اعطي للمريض الادوية انه هي ما بتسبب ادمان، يعني اغلبيه الادويه اللي عم نعطيها وعلى فترات طويله اكيد ما رح نكون عم نسبب له ادمان بايدنا، يعني فهو ما انه اعتقد طبعا موجود كثير بس ما انه حقيقي. والادويه اللي فعلا ممكن تسبب ادمان اللي مثلا بتساعده على النوم او هيك ممكن نوصفها لفتره كثير قصيره، يعني واشراف الطبيب وحتى الوصفه صارت انه خلص نحن بنحدد المده اللي رح ياخذها مع الصيدلاني هيك بشكل ينعطى بس هيدي الكميه، وغالبا اذا كان في مثلا شفنا الشخص ممكن يدمن او هيك خلص ما بنحط له هيدي الادويه، بس كمضادات ذهان بشكل اساسي ابدا ما بتسبب ادمان وامنه، يعني تتاخذ سنين طويله. طيب دكتوره خلينا نحكي اليوم في كثير من الاشخاص بيخافوا لدرجه انه ما بده يعترف انه عنده حدا بالعائله عنده اصابه او اضطراب نفسي، فبيروح هو لعند طبيب وبيشرح له الحاله وبيقول له اعطينا دواء لنعطيه بالبيت من دون ما انه هذا الشخص يضطر انه يراجع او يعمل، وبيستمروا على هذا الدواء سنين وسنين وسنين. هاي الحالات قديش ممكن يكون عم نضرها بدل ما نفيدها، وقديه مهم اليوم المراجعة، يعني قديه الانسان ممكن يرتاح، يعني هاي الفكرة لازم توصل انه هو رح يرتاح ما رح ينضر لما بيروح يراجع طبيب نفسي. تماما، يعني بصراحة شغلة بتزعل، يعني أنا تشجعت اليوم أطلع لحتى يعني بسط أنه عن جد نوعي عن هالموضوع، الصحة النفسية كتير مهمة وكتير ضرورية، والشخص المصاب بهالمرض يعني هو مثله مثل أي مرض مثل السكري مثل الضغط اللي إحنا بحاجة أننا ناخد أدوية بشكل مستمر، بس ممكن أنه يرجع لحياته الطبيعية وممكن إحنا نلاقيه عم يتفاعل مثل ما قلنا بشكل طبيعي، يروح على شغله يروح على دراسته. إذا تعاوننا كلياتنا أكيد هو بده فريق أعمال بده أهله يكونوا كتير متعاونين معه وكذا،
بس يعني بالعكس ندعمه، نعرف وجعه ونعرف مثلا هو شو عم يمرق، نساعده ياخذ الادويه. كثير ضروري نزيد الوعي بهذا الموضوع كثير. دكتوره خلينا نحكي شوي عن العوامل يلي بتسرع من العلاج. اذا قلنا العمر هل له علاقه؟ مدى تطور الحاله او الاضطراب معه؟ دعم الوسط المحيطي؟ خلينا نعرف كل التفاصيل اللي بتساهم يمكن بالشفاء بوقت خلينا نقول سريع، يعني كلياتنا بنسعى انه نحن نطيب بفتره قياسيه بزمن قياس. تماما. اهم شيء طبعا مثل ما قلت انه كل ما ابكر بالعلاج كل ما كان الانذار افضل، هي كثير ضروريه. وكل ما كنا متعاونين معه اكثر، يعني غالبا المريض ما عنده هي البصيره لنا، يعني ما معترف انه هو مريض. تماما. فبالتالي الاهل لازم يكونوا متعاونين بس بهالقصه، او اي حدا عايش معه مثلا انه اعطاء الدواء باشرافهم تماما. واذا ما هم قادرين وخلص ما عم يقدروا، عم يناقشهم كثير، عم يرفض الدواء كثير، بصير استطباب قبول للمشفى. يعني نحن بنصير بمراقبتنا كيف عم ياخذ الادويه تماما. يعني العوامل كل ما كنا ملتزمين تماما بالعلاج الدوائي كل ما لقينا التحسن بشكل عمر أفضل. الشخص بيلعب دور او لا؟ يعني تقريبا نفس فكره انه كل ما كنا ابكر، ما هو مرض الشباب، فاذا عالجناه بفتره الابكر مثلا اوائل العشرينات مثل عند الذكور وهيك، بيكون كثير احسن من لما يوصل مثلا لاعمار كبيره وبلشنا بقى يعني فتنا بتعنيد وازمان والحاله بتصير اصعب. طيب شو المحاذير؟ يعني دائما بنحكي عن كل حاله انه في محاذير بالتعامل، في محاذير مثلا بقصص معينه انه ما يتعرض لها، في كثير تفاصيل ممكن هي تؤدي ايضا لانه ينتكس او انه ما يلتزم بعلاجه. وشو البدائل؟ يعني مثلا بنسمع كثير انه هذا الشخص ما بده ياخذ الدواء او ما عم يلتزم فيه، واغلب اللي عندهم اضطرابات نفسيه ما بيحبوا ياخذوا الادويه. فشو المحاذير؟ شو الطرق اللي انتم عم تتعاملوا فيها او عم تلاقوا بدائل لحلها؟ اكيد هو هن جد بيرفضوا الدواء وهيك، بس مع الوقت نحن عم نعطي الدواء بتتشكل البصيره، يعني هي شغله ضروري كمان. يعني هو بيصير بيعرف شو كان عم يمرق، بيتذكر اعراضه، بيعرف انه ما كانت شيء طبيعي، وبصير ياخذ الدواء من تلقاء نفسه. يعني هي الفكره اللي وقت قلت لكم اذا كان في صعوبه انه الاهل يعطوه الدواء فهو ينقبل بالمشفى. فتره وجوده بالمشفى هي لحتى تتشكل هي البصيره، يعني لحتى انا نشوف انه المريض اقتنع معنا تماما انه انا رح اخذ الدواء، لانه فعلا كنت مثلا متضايق من هيك هيك هيك، كانت اعراضي هيك هيك. بيوصلوا لهيدي المرحله. البدائل دائما قلت لك مثلا نحن بنعطيهم اشكال عضليه مثلا ابر وهيك، هيدول بخلال وجوده بالمشفى بتسرع يعني بنلاقي هي علاجيه طبعا، هي مضادات ذهان بالاخير، بس اشكال هيك بنلاقي تحسن عليها، بنلاقي شوي شوي انه المريض عم يناقش معنا، عم يعرف انه هو كان مثلا عنده نوع بهياج او عنده اضطراب سلوك معين او تفكيره كان مضطرب مثلا، انه ليش كان هيك عم بيفكر. بيوصل لهيدي المرحله، وهي شغله يعني منيحه تماما بالعلاج انه نحن وقتها بنخليه خلص بنضمن انه هو اذا طلع برا بالبيت حياخذ الادويه مع الاهل. شو كمان من ال هلا في سؤال انه نحن لما بنتم العلاج بنشوف انه الشخص رجع لحياته الطبيعيه ولوضعه الطبيعي طبعا باشراف الطبيب، ومثل ما بيقول الطبيب هو صار بحرفيا خلينا نقول هون ممكن يتم النكس او لا النكس في حال بس نحن قصرنا بالادويه او تساهلنا. هي الفكره، اللي عندهم اضطراب فصام نحن بنعرف هو مزمن، اضطراب مزمن، يعني ممكن عوامل مطلقه بحياته تصير تسبب النكس، يعني ظروف تعرض لها. كثير وارد هيك مريض انه فعلا ينكس مع الوقت. طبعا يعني هي بنضلنا حاطينها ببالنا، يعني كثير ضروري نضل متذكرين هذا الموضوع. وهو احيانا كثير المريض بيعرف حاله، يعني اول ما يبلش ينكس يبلش يصير معه بحس. ممكن يكون يحس، في حالات واردة انه يحس. في شغلات بتساعد كمان، مثلا نحن بنعطي ادوية اكيد علاج دوائي مهم كتير، بس الى جانبه في علاج معرفي سلوكي بصراحة هي برا البلد كتير بيلجأوا له، يعني مع الادوية او بعد الادوية طالما المريض رجعت له البصيرة مثلا، حس انه كان تفكيره ومدري كيف مضطرب كذا، وقت المعالج بيقعد معه بصير يعني بصير ياخذ ويعطي معه، بصير بينضبط السلوك بينضبط التفكير اوقات، يعني ضروري كمان. اكيد. ونحن كمان نتمنى اليوم الناس كلها تكون استفادت من هاي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لوجودك معنا دكتوره. شكرا لك دكتوره استباء. شكرا لكم، ان شاء الله يزيد الوعي عن جد بهالموضوع. الصحه النفسيه ما رفاهيه ابدا، وحق لكل حدا اكيد. شكرا لك.